مشاهدينا مشاهدي برنامج سبوت، اهلا بيكم وبرحب بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا. وطبعا زي ما برنامجنا معودكم كل حلقه بنجيب موضوعات مختلفه وافكار جديده وبنطرح مشاكل تهم كل الناس. بس خلينا قبل ما ننتقل لفقرتنا هيكون اولى فقراتنا النهارده معانا ابرز الاخبار والاحداث. خلينا أول خبر معانا النهاردة مشاهدينا، بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه حفلة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض خريطة عمل الحملة والإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالحملة عقب إغلاق باب الترشح لرئاسة الجمهورية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وفقا للجدول الخاص بالانتخابات. تاني خبر معانا النهاردة، الرئاسة مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقمة الثلاثية التي عقدت بأديس أبابا من كل من الرئيس السوداني عمرو البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلامار ديسالين، وتم الاتفاق خلال القمة على تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك بين الدول الثلاثة لتمويل مشروعات البنية التحتية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة الثلاثية اتسمت بالشفافية وتميزت، حيث تم استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة وسبل التغلب على ما يواجهها من عراقيل. وطبعا بالإضافة فيما يتعلق بصدور الدراسات المكلف بإعدادها المكتب الاستشاري. ثالث خبر معانا النهاردة، تنظر نيابة القاهرة الجديدة خلال 48 ساعة القادمة جلسة تجديد حبس 3 متهمين بالاعتداء على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم النيابة في واقعة الاعتداء عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء بالتجمع الخامس. وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين الثلاثة وإخلاء سبيل حارس العقار الخاص برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ووجهت النيابة المتهمين تهمة محاولة السرقة بالإكراه. ثالث خبر معانا النهارده، قالت الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والاصلاح الاداري ان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء تابع خلال اجتماعه بها تطورات تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري والانتهاء من التدريب والاختبار التحريري ل 200 قياده متوسطه بالجهاز الاداري للدوله. واضافت وزيره التخطيط في مؤتمر صحفي بمقر هيئه الاستثمار ان رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمه الاداريه والتنسيق مع جميع الوزارات فيما يتعلق بالاستعداد للانتقال. مشاهدينا اخر خبر معانا النهارده، نشرت الصفحه الرسميه للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو يلخص انشطه الرئيس خلال الاسبوع الماضي تحت عنوان الرئيس في اسبوع. وبدأ الرئيس الأسبوع بلقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والوفد المرافق له وافتتاح عدد من المشروعات في الوجه القبلي، وانتهى بحضور الرئيس لاحتفالات عيد الشرطة 66 والذي أقيم بأكاديمية الشرطة. مشاهدينا بكرة تكون أولى فقراتنا انتهت، ابقوا معنا في فقراتنا التالية بعد الفاصل. كارو ميدي سكول 2018، تقديم النشرات الإخبارية، تقديم برامج السيارات، تقديم برامج الأزياء، تقديم البرامج الكوميدية، تقديم برامج كرة القدم، الإعداد التلفزيوني، كتابة السكريبت، Color Grading Strategy، Cinematography، الشركاء. مشاهدينا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونستكمل فقراتنا في برنامجكم سبوت. هي طبعا زي ما عودناكم نحن كل فقرة أو كل حلقة بيكون معانا موضوعات مطروحة، مشاكل ممكن تكون مسببة للسياحة بقى، اقتصاد، حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها وكمان نعرف تفاصيل مشاكلها. خلينا النهاردة مشاهدينا نرحب بالأستاذة هند الشيخ مفتشة الآثار، واللي هنتكلم معاها النهاردة عن قطاع الآثار المصري. هند منورة. اهلا وسهلا بيك يا مريم. عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي بقى يا هند، انت بقالك قد ايه تقريبا في القطاع؟ خمس سنين يعني من 2012. من 2012 بالظبط. طيب هند، عندنا مشكلة كده، هي طبعا متداولة بقالها فترة على السوشيال ميديا، وفي زي فكرة مطروحة عن
مشاكل الاثار او قطاع الاثار الفتره اللي فاتت. بالزبط. طبعا بما انك 5 سنين ومن 2012 اكيد في تطورات وتغيرات حصلت الفتره اللي فاتت. تمام. خلينا نشرح للمشاهدين كمان لان الجدال حصل بقاله فتره وكان في اقبال على الجدال ده. فعلا هو احنا ابتدينا ان احنا نعمل سايت ونكتب عليه مشاكلنا، وبدانا كمان ان احنا ندخل على اي بروجرام او اي قناه عامله بيج ان احنا نكتب المشاكل بتاعتنا عليها، لان احنا ابتدينا استلمنا الشغل من 2012 ولسه لغايه دلوقتي احنا ما تثبتناش رغم ان قانون العمل زي ما انت عارفه بيقول ان احنا بالظبط 3 سنين، وفي قطاعات تانية ووزارات تانية بتقول ان احنا نتثبت بعد اقل كمان من 3 سنين، بس عندنا في الدستور والقانون ان احنا 3 سنين، لغايه دلوقتي لسه ما تثبتناش وعندنا مشاكل كتيره جدا بقى. طب خليني بس استفسر، انت تابعه قطاع ايه؟ قطاع اثار مصريه. قطاع اثار مصريه. طب بس المشاكل شامله كل القطاعات، يعني دي عموما مش مخصصه لقطاع معين. خليني اوضح لك بس حاجه، احنا لما استلمنا ما كانش قطاع اثار مصريه بس اللي استلموا، احنا كنا عدد كبير جدا، كنا قطاع اثار مصريه واسلاميه وترميم، وفي كمان اداب اثار استلموا معانا. وكمان ما استلمناش عشان اوائل دفعه او ان احنا كنا ده معاد ان احنا نشتغل زي ما يكون المفروض يعني يحصل، لا يعني احنا اشتغلنا عشان احنا عملنا وقفات كتير جدا قدام مبنى المجلس الاعلى للاثار، ما كانش لسه لينا وزاره. كان تقريبا كان امتى الفتره؟ بعد الثوره بالظبط في 2011 يعني. يعني من 6/7/2011 بقى وانتي طالعه ابتدينا بقى ان احنا نستلم، يعني انا استلمت 2/10/2012 ولحد هذه اللحظه انتي لسه ما تحملتيش. لا خالص. بس يعني فاحنا عايزين ان احنا نتثبت، عايزين ان احنا نحس ان احنا حاجه مهمه. يعني دلوقتي احنا لينا وزاره، المفروض الوزاره دي تحس بينا، الوزير يحس بينا اكتر من كده. يعني من ساعه الوزاره ما اتعملت او اتنشأت ما فيش وزير حاسين ان هو حاسس بينا خالص. طب هل في ناس اتثبتت ولا معينين ناس معينة؟ ممكن اللي اتثبتوا يكونوا هم كانوا اوائل الدفعات على مستوى الدفعات اللي احنا ابتدينا ان احنا نشتغل من خلالها. ليه؟ لان احنا تقسمنا دفعات في التعيين. كل دفعة استلمت في شهر، يعني انا دفعتي مثلا دفعة 2009 استلمت في شهر سي مثلا 10، دفعة 2010 استلمت في شهر 10. بس بيعينوا اوائل الدفعات، بيثبتوا اوائل الدفعين. غير كده احنا لسه حاجه اسمها عقود، بس عقد شامل. وهو العقد ده ممكن ان هو لمشكله بسيطه يتلككلنا عليها، خلاص مع السلامه، انتوا مالكوش عندنا حاجه مش هتشتغلوا. طب ما هو ممكن يكون التثبيت بناء على كفاءه العمل. لا خالص، مش شرط. المفروض التثبيت يكون بناء على القانون والدستور. القانون والدستور بيقول ان احنا المفروض نبص 3 سنين ونتثبت. بس لكن مش فكره ان حد عنده كفاءه زياده عن حد فيتثبت. لا، خليني كمان اعمل لك هايلايت على حاجه، ان احنا كان في هولدنج للتعيين من سنه 98، يعني ما كانوش بيشغلوا حد اصلا، لا اوائل دفعه ولا مش اوائل دفعه، من 98 لغايه ما احنا ابتدينا في 2011 اخر 2011 واول 2012 سوري نستلم. كانوا عاملين هولدنج التعيين. تخيلي بقى كميه الدفعات اللي اشتغلت. طب ليه ما حصلش وقفه هنا؟ يعني ليه ما رفعتوش قضيه؟ احنا ابتدينا دلوقتي اصلا نرفع قضيه علشان اكتشفنا ان احنا لينا زيادات تانية في المرتب. يعني احنا مرتبنا قليل جدا، والمفروض ان احنا لينا زيادات تانية في المرتب المفروض تتطبق علينا من اول ما اشتغلنا كل شهر، مش بتتطبق. واحنا فاكرين ان احنا يعني مع الناس. بس انتوا بقالكم كتير قوي يعني ساكتين. للاسف لسه مكتشفين الموضوع ده. واللي اكتشفوه وعملوا القضيه والقضيه فعلا كذبت وابتدى يتطبق عليهم ده، ما حدش كان بيقول يعني. كله يلا نفسي. دي مشكله من المشكلات اللي بتوريك ازاي بقى في انعدام ضمير في المجلس الاعلى للاثار، في مبنى الحسابات بالذات، في الوزاره. مش عارفين بقى الوزير عنده علم بكل ده ولا لا. يعني احنا ممكن نكون بنوجه رساله للوزير دلوقتي ان هو لا، يعني حضرتك لازم يكون عندك خلفيه وعلم باللي احنا بنتكلم فيه ده كله. طيب خلينا برضو نوضح اكتر، لو برضو رسالتك عشان توصل اكتر. طيب. خليني برضو اقول انت جوه الموضوع يعني. يعني في ناس من بره الموضوع بتبقى بس مجرد ان هي شايفه تفاصيل خارجيه. انت الداخل كله عندك. بالظبط. حاولي برضو تفهمينا المشاكل بتكون سببها ايه، او غير التعيينات او اي مشاكل ممكن تسبب في زي ما بتقولي المرتبات والحاجات دي كلها. خلينا برضو نتكلم في تفاصيل قطاع الاثار. انت شايفه المشاكل نفسها نبع منين؟
هو اللي متصدر لنا دلوقتي ان المشاكل علشان خاطر السياحة واقفة ومفيش فلوس وكل الكلام ده. طيب احنا ممكن نتثبت ونصبر على ان احنا مرتبنا تعلى بس اسمنا مثبتين، يعني مش عقود وخلاص ممكن مرة واحدة يتفسخ عقدنا وباي باي. احنا ممكن نتثبت ونصبر، وعلشان السياحة ومش السياحة واقفة ومفيش فلوس ومش احنا ممكن نصبر على ده. وبالمناسبة احنا صبرنا على حاجة سنة كاملة. احنا المفروض لينا زي ما حضرتك عارفة ان في زيادة لكل موظفين الدولة في شهر 7، زيادة بتكون بنسبة معينة على الاساسي بتاعهم. صحيح. الزيادة الخاصة بشهر 7/2016 ما اتطبقتش علينا الا في 7/2017. احنا فضلنا الصبرين وعلى الزيادة دي ومستنيينها السنة كاملة. خليني ارجع لك الاول نقطة ان انتوا سكتوا من الاول، يعني كان في سبب معين او في مشكلة معينة. احنا اتكلمنا وكنا بنروح للمبنى الحسابات ويا جماعة وفين وكل ده، مفيش تمويل. واوقات تانية بنلاقي انه يعني مثلا الحفلة اللي هم كانوا عاملينها قريب في الاوبرا بخصوص عيد الاثريين ومش عارف ايه، طب ما في تمويل ان احنا نعمل حاجات رفاهية جدا في عز ما احنا محتاجين ان احنا نشوف الاساسيات عندنا الموظفين. يعني احنا عندنا موظفين كتير قوي شايلين عهد اثرية وانا واحدة منهم. مفيش يعني فين اللي انتوا بتعملهولنا؟ مفيش. دلوقتي احنا لو حد من الموظفين دلوقتي بتوع العهد الاثرية يعني زي ما نقول اختلس او اخد قطعة اثرية، هيسمى بقى ان هو خاين ومختلس وكل الكلام ده. طيب ما توفروا له الحاجات التانية اللي ممكن ما تخليهوش الشيطان يلعب بدماغه ويروح ان هو يعمل الحاجات دي. لا ما فيش اي تفكير في الحتة دي خالص. طيب استاذة هند الشيخ، خلينا نختم فقرتنا ب يعني رسالة بسيطة. طبعا وجهتي رسالة للوزير بس خلينا برضو للي جاي، يعني عشان برضو المشاهدين وبالنسبة لقطاع الاثار دي اهم من أهم القطاعات اللي عندنا في مصر حاليا. فخلينا برضو ننهي فكرتنا برسالة بسيطة توجهيها. بصي، هي رسالة وهي مبدأ عام يتقي الله يجعل لك مخرجا. طبعا كل اللي شغالين في قطاع الأثار أنا بقولهم اتقوا الله، يعني اتقوا الله، اشتغلوا بجد لأن الدنيا مش مظبوطة تماما في كل حاجة، في الحسابات، في شؤون العاملين، في شؤون القانونية. أنا كمان ما أشرتش أن في مشاكل كتير في شؤون القانونية. واحدة من الناس عندي حاجة فتوى المفروض تكون قانونية داخلة في سنة ونص دلوقتي معرفتش وصلت لغاية فين. جاوا بقى روحي لمدام فلانة واعملي. فاتقوا الله يجعل لكم مخرجا، اشتغلوا كويس وراعوا ضميركم والوزير يحس بينا شوية. أستاذة هند الشيخ مفتشة الأثار نورتيني، وإن شاء الله برضو تكون المشاكل المطروحة دي يكون ليها حل، وإن شاء الله يكون ليها إجابات الحل في أسرع وقت. مشاهدينا بنشكركم ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوت.